بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب سبحان الذي سخر لنا
إلا قال مترفوها
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم يتكئون
ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن Yeah.
يعلمون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقنا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك من وقالوا أآلهتنا خير
فاصفح عنهم وقل سلام.